أحسن الله إليكم. أيضا نختم هذه الأسئلة العامة يا شيخ ونقول: هذه البلاد المباركة كما ذكرتم يا شيخ صالح، المملكة العربية السعودية، وهي تعيش وحدة الصف واجتماع الكلمة، وتتشرف في ضيوف خدمة هؤلاء الضيوف من الحجاج والمعتمرين. لا شك أن هذا عمل عظيم تقوم به هذه الدولة المباركة نحو الأمة الإسلامية والوافدين إلى هذه البلاد والقادمين لأداء شعائر الله في هذا الموسم العظيم، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى مكن هذه الدولة المباركة من القيام به نحو إخوانهم المسلمين لينعموا بذلك وليتمكنوا من عبادة الله بما شرعه لهم سبحانه وتعالى، وهذا من فضله وإحسانه علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نعم.